من الطائف، تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. حكم الصلاة في المنزل يا شيخ؟ نعم، حكم الصلاة في المنزل. شكرا. صلاة ايش، الفريضة ولا نافلة؟ الفريضة. ما يجوز ان تصلي في المنزل الا لعذر شرعي، وإلا صلاة الجماعة واجبة يا أخي، تصلي مع الجماعة. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فلا يجوز ترك صلاة الجماعة وأنت تقدر على حضورها. نعم.